ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير اخواني المتابعين، سيداتي انساتي سادتي. انا عندي مشوار الحين قريب. وين رايح؟ باذن الله رايح للحمار عزكم الله. اللي عنده مشكله برجله، انا تركته كم يوم. ليش؟ لان بشوف الاعصاب كيف، هل هي تعبانه مي تعبانه. باخذ معي ان شاء الله عيشه، وباخذ معي حاجات تقوي الاعصاب، وابغى مره اشوف وش اخباره. والحين ان شاء الله باذن الله بنطلق له نشوف وش اموره. هذا شيء. شيء ثاني، اصلا انا ما ادري من راعيه، غير اني ما اعرف من راعيه. الحمار مرمي عند وادي حنيفه، وشريكه زوجته ميته، ف الله المستعان ويرحمنا برحمته. الحين بروح اشوفه ان شاء الله انه اموره طيبه. اخذنا العلاج الحين 2 كيلو، هذا 1 كيلو، هذا 2 كيلو، كالغذائي 5 كيلو. هنا التجاليح وهنا موقع الحمار، ما شاء الله. هناك هو ان شاء الله حين نلقاه. هذاك هو، وهذا السطل هنا باخذه عشان نحط فيه علف. هذاك هو تشوفونه يجي يمشي علف ويرجع. هذا الحين باخذ السطل هذا، اسقي شوي الزرع، هذا يصير له العلف. هو هناك الحين نروح له. يلا حيا، السلام عليكم، كيف الحال؟ جاي نعطيك علاج ونعطيك ان شاء الله علف. بنشوف ان شاء الله. انسان نهض ووقف، شوف رجله، يده اللي على اليمين. الحين نعطيه علاج باذن الله ونسين اموره باذن الله. ما شاء الله وقف زين زين. الحين بنحط علف ان شاء الله، نعطيه علاج. السلام عليكم، يلا حيوا. والله ما ادري كنه ضاعف انا اول ولا لا، لكن شوفوا حاطين له الخبز، ما فيه الا علف منها اللي قدامه، ما عنده لثل. لثل عاد مالح مالح، قد دقته انا لثل. شلونك طيب؟ دور عيشه. الحين نعطيه عيش ان شاء الله، نعطيه علاج. طبعا شريكته، شوف الضربه اللي هنا برجله، شريكته ماتت هنا بالماء، جت تشرب وماتت. فالحين ان شاء الله راح نعطيه ان شاء الله علاج هنا تحت الجلد ان شاء الله. شوف جوعان ابد. ابشر ابشر، الحين نجيب لك العلف. شري حجب الماء ولا ياد ينزل بالقاع تحت. تغذية مهمة. مكس طيب بإذن الله حتى يسمنه ويعوض عن أي نقص موجود. شوف احنا هنا جالسين عمال سم. تعال قرب، تعال تعال، يلا ها ببدأ عنك. ماشي، مو بقادر إني أقف عشان السطل، أبنثره لها، أنا بنثره خلاص. عشان ياكل زين. شكلي بخليه هذا الالمع نثرته له، خليه ياكل على راحته. شوفوا تشوفونه
الحين بجي اعطيه علاج. شوف ما شاء الله قاعد ياكل. بنعطيه ابره تحت الجلد، يا بالوريد يا تحت الجلد، عشان الالتهاب هذا دائم، هذا يكون دائم سبب الالتهاب. كدبه قويه جدا، اللي على اليسار واليمين كلهن، بس اللي على اليمين كدمته قويه جدا، ولا العصب شغال ما في كسر، صاير بالفك فوق بالقصي بالمفصل، ولا الحمد لله ياكل وزين، مكعب يبطي. الله ينفع ابو يا رب. هذا الجرعه تنعطى مره واحده يعالج الالتهابات ويخفف الحراره، وبعد يقاومه ويطرد باذن الله من الجسم، باذن الله يبدا يطلع من الجسم. لان الالتهاب سبحان الله يبدا ياكل، يعني مثل اللي يعني ينهش فيه نهش، فيلتهب ولا يلتئم. الحين ان شاء الله نشتغل عليه. انا طبعا جبت نوع مضاد ممتاز جدا، يستخدم مره واحده، ونتيجه ان شاء الله تاخذ الا 5 ايام باذن الله يصح. بدا يدق بالنعمه، الحمد لله يا رب لك الحمد. ان شاء الله باذن الله الموارد زين. شوفوا قاعد يعلف، تشوفون ان شاء الله باذن الله دامه يقوم ان شاء الله الامور طيبه. ودي اشوف لي مثل حوض او شيء اريح من هذه عشان يبدا يشرب ماء. شوفوا ياكل، ها شوفوا المكعبات ميزتها يا اخواني تطول، يعني اللي انا حطيت هذا 5 كيلو ترى زي 20 كيلو بدون كبس، فيطول عنده مره، ونوعت له من التنويع كله كامل عشان يصير كامل ومتكامل باذن الله. شوفوا يعلف، تشوفون ها معذبه الذباب، شوفوا قاعد ياكل، تشوفون. الله لا يحرمني واياكم اجره، هذا عني وعنكم وعن والدينا جميعا وعن موتانا وموت المسلمين. تعال. طبعا خلاص اعطيته العلاج هنا. جاله بالعافية. شوف هذا هو العلاج، حطيته هنا. شوف هذه الكمية ترى باللقمة الواحدة، غير اذا كان مثلا العلف كامل. الحين بوريكم، شفتوا الكمية هذه يا اخواني تعادل تقريبا كذا، لان هذه تكبس كبس وتصير بهالشكل هذا المكعب، فمسوي له تنويع انا. تعال، وده يرفسن، ما يدري ان الحين جايين. شو قاعد ياكل، تشوفون قاعد يفتش، وده زعل ودي يرفسني. لا تيجي من ورا، شو ياكل الله يكرمكم الدمن. تعال. شكرا بالعافية. شوفوا الحافر يبي له بعد قص، تشوفونه هذا. شوفوا الحافر يبي له بعد قص، تشوفونه هذا.
تعال شوف الحافر هذا مقطوع، وهنا جيت ضربه. لازم اول شيء يتعالج قبل اي شيء. جافل من البشر، شكله صاير له شيء جافل مره. تعال تعال خلاص، خلي على راحته، اهم شيء دمه يمشي الامور طيبه. اللي بدينا سويناه نرجع ان شاء الله بعد 5 ايام. شوفوا يعرف من اللي موجودين، يعني ان شاء الله ما هو منقطع، امور طيبه ان شاء الله باذن الله، اموري طيبه باذن الحي القيوم. الحمد لله بعد يحرك رجله يد، قصيت انا اقول رجله هي يد، ان شاء الله باذن الله ما تنام عينه يعاتق باذن الله. طبعا الحمار موجود، بس الحمارة اللي كانت معه جات بتشرب حلها غرقت. شوف الغرنوق، شوف الغرنوق طار، هذا غرنوق، هذا غرنوق، جات تشرب ماء من هنا وطاحت وغرقت وماتت وبقى ذا.